أضخم مهرجان فني موسيقي احتضنته مدينة السليمانية عاصمة الثقافة في إقليم كردستان العراق بمشاركة عازفين ومطربين من داخل وخارج العراق. إقامة مثل هكذا مهرجانات وفي مدن مثل مدينة السليمانية ذات الطابع الخلاب في أجوائها وفي جبالها وتجمع ما بين هذه الشعوب بفرقها الفنية والثقافية، إنما هي رسالة واضحة ليس فقط للمدينة السليمانية والعراق وإنما لشعوب العالم، الشعوب التي تحب السلام وطمأنينة وتنظر للمستقبل. لهذا هو أعتبره مهرجان إعلامي فني ثقافي، مهرجان شعبي للناس. مدينة وديعة وفعلا تنطيك إحساس بالحب والسلام، يعني هي تترجم الحب والسلام من خلال وداعتها. لا شك احنا يسعدنا جدا ان نساهم مع هذا الجمهور ان نسوي هذا التلاقح، وبالتالي هذا التلاقح ينتج، يعني خلينا نقول هو مهرجان موسيقى لا شك انه راح ينتج نغمات جديدة. يعني ماكو اجمل من الموسيقى، تطرب له الاذان وتسعد به الروح، وبسماعنا لتراثنا الكردي اكيد راح نطلع على هذا الجمال الجميل جدا بالسليماني. مشكوره السليمانيه لان دعتنا، مشكوره في انه احنا نعرف نشوف هذا الصرح الجميل جدا، مسرح الروماني، وسعداء جدا في انه نشوف هذا الحضور وهذا الكم الهائل من الجمهور المتلذذ الى الموسيقى. الموسيقى لغه الشعوب ونقطه التقاء جميع الفنون، وياتي هذا الكرنفال الفني تاكيدا على اهميه السليمانيه في نشر روح المحبة والسلام بين جميع دول المنطقة. تقام أعمال فنية جمالية أيضا هذا مدعاة للفخر، وخصوصا في الجانب الموسيقي. هذه مناسبة جميلة جدا، السليمانية فاتحة بابها للفن العالمي الموسيقي والفن العربي بالذات والفن العراقي. أنا فخور أنه جاي في مناسبة مهمة أنا وأصدقائي وجمع الناس العلمي. بالنسبة أن إحنا ماكو إنسان ما يحب الموسيقى، يعني أنا بالنسبة لي الموسيقى بالأولوية بالنسبة للفن. ليش؟ لأن التمثيل لازم عندك إيقاع وإذن موسيقية، على المسرح إيقاع وإذن موسيقى. فالموسيقى حتى باللوحة عندما ترسم تحس تقول لوحة عبالك يعني مقطوعة موسيقية، فبالتالي يعني هو غذاء للروح. جميع من حضر وشارك في الحفل الفني قدموا شكرهم للقائمين والمنظمين لإتاحة الفرصة للاستماع لأجمل الأغاني والمقاطع الموسيقية. لبرنامج صباح الخير يا عراق، عمار حكمة العراقية، السليمانية.